من بيناتهم. اليوم المباريات كلها صعبه، هذه من المجموعات كاع اللي كيجي للدار البيضاء خصو يدير احسن مباراه ديالو كما قلت فندق، والفرق الفرق كلهم يعني المباريات كلهم كيكونوا صعبين، لان يعني اي واحد كيتمنى فوقاش يلعب في هذا الملعب بهذا الجمهور اللي كاين هنا اكيد بان غيجي غيبغي يدير لا ميور، سواء بالنسبه لفرقته لانه كيمثل فرقته، سواء بالنسبه باش يبان وقدر بعدا يكون تصرف على الاضواء وتقدر تقول وهذا اللاعب ممكن نستقطبه ونجيبه لانه بان مزيان. وحنا كنلعبوا عده واجهات، كنلعبوا الشامبيونز ليغ، كنلعبوا على 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 كاس العرش، كنلعبوا كاس العرب، كنلعبوا بزاف، واللاعبين هذا هو هذه الملعب ديالهم، هو هذا الملعب لانه يعتبر مسرح من المسارح الكبرى. اليوم المباريات كلها هنا صعبه، شفتوا جديده دارت لنا مشاكل بريمير ليغ، سدت لينا وعندهم مدرب محنك، مدرب تكتيسيان، سي ان فان تكتيسيان اللي عرف كيفاش يعني سد لينا المنافذ كامله، خصوصا لعبه بلوكبا واحد الدفاع متاخر وسد المنافذ كامله، بقى ناقصنا ندوزو من الجناب، الجناب شدوا لنا حتى لي لاتيرو باش ما يطلعوش، سواء المذكور من هذا والناهري مننا، ولكن شكون الحل اللي خصو يدار؟ الحل حنا دركناه في الشوط الثاني باش بالتوغل ديال من ديال 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 اللاعبين ديال وسط الميدان، لا نقوما ولا زريده، ومن غيرنا عاوتاني عاوتاني عبد الله، اكيد داروا كل امور اللي بعثرت شويه الاوراق ديال هذا، ومنها منين جات يعني الهدف الاول اللي بالتمريره الاخيره ديال نقوما اللي توغل ولا كمهاجم، وكذلك منها بالدخول ديال عبد الله واللي عطى ديك اللمسه ها واللي علاج ضرب الجزاء. اكيد بانه الفرق هذا خصنا نقراو، والدراسه ديال هاد الفرق راه ماشي غير في التدريب، حتى عندنا المباراه بلي كوتشي. وشكرا.